صافي ألف سلامة على يارا. تالي جابك؟ ما قدرتش يا مازن، كان لازم أجي وأطمن عليها. هي كويسة اهي، نايمة. الحمد لله والبيبي. للأسف مات. امسكي نفسك بس، اهدي اهدي. أنا حاسة إن أنا اللي قتلته بإيدي. إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ يارا كانت بتكلمك وأنت عندي في البيت، أكيد عشان تيجي المستشفى صح؟ أيوه بس يعني ده ما كانش ميعاد ولادتها. أكيد يعني مش ذنبك ولا ذنبي، ده نصيب وقضاء وقدر. بس كان لازم تبقى معاها يا مازن. وأنت تعملي زي بابا؟ هو أنا إيه؟ عايزيني أبقى بيبي ستر للمدام؟ بصي لي كده ليه؟ ساعات بخاف منك يا مازن. صافي أنت عارفة كويس إن علاقتي بيارا منتهية من زمان. نفسي بشوفك حتى. بس ده مش معناه إنك تبقى بالقسوة دي عليها. أعذريني بس أنا الفترة دي مش متظبط خالص. بابا كان بيسمعني كلام زي السم وبيتحكم فيا. واضح إن الأجواء مشحونة أوي. أنا آسفة إني جيت. من اسمك؟ لا. أنت مش هتمشي وأنت في الحالة دي؟ معلش، خليك معايا دلوقتي. ركز معاها أحسن. أنت عارفة طبعًا ندى أختي. صافي الإعلامية المشهورة. هاي، إزيك؟ هاي، زي ما أنت شايفة. واضح إنك بتحبي يارا أوي. احنا من زمان جروب واحد. طب تعالى. اكيد. ابقى طمني عليها على طول. وقول لها اول ما تفوق ان انا سالت عليها. اكيد اكيد، وشكرا للحاجات اللي انت جبتيها. ميرسي قوي. مستعجله ليه؟ معلش عندي هوا. طيب تحب اوصلك؟ اه اتفضلي.